للحديث حول ما جرى ينضم إلينا المدير العام للدفاع المدني لواء كاظم بوهان. لواء كاظم، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، أين وصلت جهودكم فيما يتعلق بالإنقاذ وكذلك رفع الأنقاض، وهل هناك جهات ساندة تساعدكم أو طلبتم مساعدتها، وكم بلغ عدد الضحايا لغاية الآن؟ تفضل. أهلا وسهلا جنابك. جهود مستمرة من لحظة انهيار البناية وإلى الآن. بدأنا بالمربع الأخير الآن، الموضوع اختلف نوعيا لأنه تركزت في هذا المربع أعداد هائلة من حديد التسليح إضافة إلى الكتل الكونكريتية، مما اضطرنا على استخدام أسلوب جديد اليوم ب يعني إجراءات قصف هذه حديد التسليح بواسطة القطع الهيدروليكي زائدا أجهزة القطع والفصل والأكسجين. العملية بطأت من إجراءاتنا إلى حد ما لأنها تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى معدات. الحصيلة كما هي، ما عدا ما استجد الآن قبل 10 دقائق من الآن تم انتشال جثة لأحد الضحايا، وبقي هناك 3 جثث أو 3 محصورين لا أجزم بوفاتهم، وإنما ربما هناك احتمالات وإن كانت ضئيلة جدا للعثور على أحياء. نحاول الوصول إليهم عبر قضم هذا الكم الهائل من الركام اللي هو خليط من شيش التسليح والجسور الكونكريتية والكتل الكونكريتية. نعمل على مدار الساعة، لم يتوقف العمل حتى ولو دقيقة واحدة حتى رجالنا والجهات الساندة يتناولون طعامهم أثناء العمل. بالتأكيد الدفاع المدني ليس وحده، هناك جهد كبير جدا ويكاد يكون هو الجهد الأكبر على الإطلاق من الإخوان بالحشد الشعبي، سواء على المستوى الآليات والمعدات أو على مستوى المساعدة البشرية أيضا. نعم. يعني مادية وبشرية. كذلك السيد وزير الداخلية على خط ساخن على مدار الساعة، وفر وأمر بأن تكون إمكانيات الشرطة الاتحادية من آليات ومعدات في خدمة الدفاع المدني. كذلك أذكر باعتزاز أيضا الأخوة في محافظة بغداد ودوائر البلدية في الغدير والكرادة، أيضا ما زالوا معنا وما زالوا يسندونا. السيد المحافظ، العمليات المشتركة، كل هذه الجهات الحقيقة استنفرت جهدها وأعانت الدفاع المدني كثيرا. طيب، ما حقيقة يعني اتهامكم من قبل أهالي الضحايا يعني بالتباطؤ في التعاطي مع هذه الحادثة، خاصة يعني تأخركم في الحضور لموقع الحادث؟ بالتأكيد أنفي نفيا قاطعا موضوع التأخر. حضرتك، لدينا كاميرات مركبة على العجلات ولدينا تسجيل صوتي للإخبار وللتاريخ الوصول. طلائع فرقنا وصلت بعد 5 دقائق فقط من الإخبار. المواطن من حقه إذا تحدث بأنه صاحب مصيبة، ونحن نتحمل ما يصدر منه ونقدر هذا، نتفهم، إلا أنه مع الأسف خلاف الحقيقة. ورقنا طلائح وصلت، وإلا ما استطعنا لو تأخرنا من إنقاذ 13 إنسان على قيد الحياة من وسط الركام، والحمد لله جميعهم أحياء ويتماثلون للشفاء الآن. طيب، ماذا بشأن إجراءات السلامة والحصول على إجازة البناء أو إضافة طابق أو طوابق أخرى لبناية ما؟ يعني ما هي المعايير الواجب توافرها كي تعطى هذه الإجازة، ولماذا لم يلتزم يعني من يعطي هذه الإجازة بالمعايير؟ هناك فرق بين إجراءات السلامة وبين معايير ومتطلبات استخراج إجازة في البناء. إجراءات السلامة الدفاع المدني معني بها، وهي تنحصر وموجودة في الدليل الإرشادي المرجعي
وفي مدونات الإطفاء المصادرة من وزارة الإنسان والإعمار تنحصر في تأمين متطلبات السلامة والوقاية ومتطلبات الدفاع المدني من أنظمة السلامة، من منظومات، من مطافئ، من غيرها. الأمر الآخر اللي يتعلق بمكانة البناء وأسس البناء وجدار الكميات، هذه متطلبات إدراج يجب أن تتوفر في قبل أن تستخرج إجازة البناء، والجهات المعنية باستخراج البناء تستطيع آراء 4 أو 5 جهات معنية من ضمنها الدفاع المدني سواء تعلق بإجراءات السلامة، والجهة نفسها اللي أعنيها هي معنية بتدقيق ما يتصل بقيمة الأسس وجداول الكميات ونوعية وكفاءة مواد البناء والتسليح وغيرها. نعم. الموضوع هناك لجنة تحقيقية. نعم. باشرت عملها، حضروا من مفرداتها يوم أمس وهذا اليوم، أخذوا عينات، استحضروا الأوليات. الآن أعلموني بأنه هيئة الاستثمار أيضا فتحت تحقيقا في هذا الجانب واتصلوا بي وطلبوا مني ما يعين التحقيق لديهم من معلومات، وأديت الاستعداد فيما يتصل باختصاص الدفاع المدني. ربما بعد أن ينتهي الحادث وتطوى هذه الصفحة نعد تقريرا مفصلا عن إجراءاتنا وعن ما يتصل بهذا الجانب، وبالتأكيد سأزود الإخوان باللجنة التحقيقية بهذه التفصيلات. نعم. المدير العام للدفاع المدني لواء كاظم بوهان، شكرا جزيلا لك.